الإدمان، تلف الكبد، ضعف الجهاز المناعي، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، تلف الدماغ ومشاكل الذاكرة. هذه ليست سوى بعض من الآثار المدمرة لتعاطي المخدرات، ولا بد أن لديك معرفة سابقة بكل ذلك، لكن البعض يتجاهلها. تعتقد أنك لازلت صغيراً لكي تتعرض لمثل ذلك، إلى أن يأتي ذلك اليوم عندما يحدث ما كنت تتجاهله، ذلك اليوم الذي تكتشف فيه أن ما كان يبدو مستحيلاً قد حدث لك. بالتأكيد يمكنك أن تقول أنها حياتك وأنك راشد بما يكفي لتتحمل النتائج، لكن الأمر لا يقتصر عليك وحدك، ففي الحقيقة أن أضرار تعاطي المخدرات ستؤثر على عائلتك وأصدقائك، وسيدفع المجتمع بأكمله التأثير مضاعفاً. تعلم أننا نهتم لأمرك، فلما لا تكون مهتماً بذاتك؟